من دفاترهم صفحات تحاكي ذاكرة الأيام، من دفاترهم سباعية من إذاعة صوت لبنان. استاذ منصور الرحباني، بسترينتي عليك شعر. يا هنا، يسعد صباحك. صباح الخير. رح أقول لك ثلاث مطالع من ثلاث أكبر شعراء. بس قبل ما نستمتع نحن والمستمعين بصوتك وبشعرك، في ناس استاذ منصور بعدهم نايمين إيه؟ وحرمين نفسهم من متعة إشراقة الشمس بأول يوم من السنة إيه؟ فمنصور الرحباني بأول يوم من السنة هيك، شو بتحس؟ شو الأيام بالنسبة إلك؟ الأيام بالنسبة إلي مثل بعضها، أنا بقوم بشتغل لأنه ما عنديش أنا ويك أند أو تعطيل أو أي يوم تاني. أفكاري براسي بتضل تلحقني، وطول عمري هيك، ولما كنت أنا عاصي هيك ما استمتعنا بالنهار لأنه شغلنا بيتعبنا والقلق لحقنا طول الأيام. نعم. لذلك أنا مش من الناس اللي بيناموا، مثلا أنا الساعة 5 بدي يكون عم بكتوب، بعدين بفضل الحكي بالأروشي. بس إنه هالأيام اللي بتتوالى هيك وما بتشبه بعضها أبدا، هل بتعني لك شيء بالحياة؟ أو شو هي شو أهميتها بالنسبة للناس العاديين؟ من أيام بتمر وقاعم، الأيام مثل بعضها، والأيام هلا بدنا نحكي معنا فلسفي أو بدنا نحكي عادي، الأيام هيك اللي عم تمروا مثل بعضها. شفتي لي كيف؟ رح أقول لك ثلاث أطالع هلا. بدنا نسمع منك، كلنا سمع وأصغاء. من ثلاث أهم شعراء، واحد المتنبي وسعيد عقله أنا. تفضل. شفتي التواضع؟ حطيت حالك تالت المتنبي. عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم لأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دون كبيد دونها بيد. من سعيد. وقرى من زمر عالقات في جوار الغمام زرق الضياء، يتخطين مطلع الشمس يركزن بلادي على حدود السماء. مني حين رنين الساعة يعلن أن بعض ما نحن يموت نصف الليل، وتطفأ الأنوار نصف الليل، وتطفأ الوجوه والأسماء حين صراخ السفن السوداء في الميناء يعلن أن سنة تساقطت وغرقت في الماء، وأن عاما آخرا يأتي من الميناء. تذكريني يا امرأة غريبة، إلا معي غريبة، يا امرأة تسهر في عيني وفي مكان آخر، تذكريني أنا الغريب الآخر. شو بدنا نقول استاذ منصور؟ بعد المزيد اذا امكن. طول عمري بكفي الله. شو بعد الله يخليك. ما فينا نقول بيس لشي شغلي؟ لا. قبل ما اسالك عن الشعر اليوم، برايك استاذ منصور الرحباني قديش الناس عم يقدروا يستمتعوا بكل كلمه من كلمات الشعراء اليوم، يعني حاليا او من شعراء الان؟ هيدي ما في اعدي، دائما في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان ناس بتستمتع بالشعر وناس ما بتستمتع. شفتي كيف؟ في ناس بيستمتعوا بالشعر وبالأكل، منهم أنا. بشو بتستمتع أكثر، بالشعر أو بالأكل؟ والله إذا ما بعرف، الأكل أخو شليتي أكثر يمكن. استاذ منصور الشعر ولو؟ اسمعي ست وردة، الأكل هو الشيء الوحيد اللي بيمارسه الإنسان طول عمره ثلاث مرات يوميا، واحيانا اربعه اذا في 5 o'clock تي مثلا. وبرانش هلا في برانش على الموضه. طيب وبدل بشغف وبشوق كل يوم كل ساعه كل ساعه. اكثر من اي شيء بالعالم. نعم. لانه هذا لصيق فينا اكثر شيء، وهل أكل شعر بيني وبيني؟ في نوع هيك إذا بيلبقوا مع بعضهم الأكلات معلوم. تبقى بتستلذ فيهم. إيه طيب، بس أنت وعب تاكل بتفكر مثلا بالرجيم، بزيادة الوزن، بالشي الممكن يأذي شي؟ شوف أنا هلأ نجي في ذروة التعاسة لأني عم بعمل رجيم على الفواكه. بأسبوع نزلت 6 كيلو، ما باكل إلا تفاح وموز وليمون، وهودي ما بيسندوا القلب. مثل شي منقوشة هيك بقورمة، يعني مثل
شوفي الأورمة والمنقوشي. بعدين بدي أخبري شغلي، المنقوشي الزعتر، منقوشة الزعتر إلى السحر عنا نحن اللبنانيين. شي شو هالسحر اللي إلى ما بعرف. نعم، شو السحر؟ وين؟ بالزيتات، بالزعترات، بالشهية، بهالمجموعة. بدي خبري، تفكري مثلا، تصوري بلبنان كم منقوشي بيروح يوميا؟ كم منقوشي؟ ما بعرف. هيدي أكلة الفقرة، والفقرة كتار بلبنان بهالأيام. ما دي صار الزوات بيقولوا له مناقيش، وبيقولوا مناقيش وبيزغرون هيك بيعملون بوشي بوشي. أستاذ منصور، أنت عم تحكي عن الأكل، بتحكي هيك بمتعة، يعني بتفتح الشهية. إيه طبيعي. بس بدي أرجع للشعر قبل ما نحكي القسم الثاني من حديثنا معك. إنه في ناس اليوم بيقولوا لا وقت للشعر بقى، في إنترنت وفي بزنس وفي ركض وفي عولمة، وين هيدا الشعر؟ بعد في وقت أقعد أسمع شعر. بدو دل الإنسان يغني، بدو دل يطلع من قلبه شيء للغنى وللشعر وللعاطفة. هالانترنت وهالعولمي بدو يزيدوا تعاسة الإنسان. إذا ما رجع الإنسان والتصق أكتر بالطبيعة، لأنه لا شعر خارج الطبيعة. أنا هيدا اللي بقوله، وهيدا هي الحقيقة. شو عملت الإنترنت بالناس أستاذ منصور رحماني؟ عم بدها تولد ناس سطحيين، بدها تولد ناس منعزلين، بدو يصيروا مثل الحشرات، كل واحد يقعد بالوكر تبعه وبعيد بتطلعوا نظراتهم بدها تتغير. عم بتزول الإنسانية منها. أنا مش ضد العلم ولا ضد التقدم ولا ضد الانفتاح، لكن هذا الاتجاه الخاطئ الحضاري بدو يتعس العالم. ما في شك إنه الإنسان متجه للأسود إذا بدو دل هيك. نعم. عندك عنوان إيميل مثلا www.mansoor.com.rahbani؟ لا، في لغة جديدة لازم. لا أنا ما بفهمش فيها، معلش. أنا متخلف في هذه الناحية، حتى التلفزيون أو الراديو ما بعرف أفتحه كمان. التكنولوجيا للناس هيك، أفاق للناس، للفكر نعم. يروح سياحة خيرية معي. بدنا نحكيك شغل، عم تشتغل انت، عم تحضر اليوم. عم حضر. نعم. ملوك الطوائف، مسرحيتك جديدة. ايه؟ بس وطوائف ملوك الحكم في لبنان، هل من مقارنة؟ شوفي، كل مقارنة جائزة وغير جائزة. انا ملوك الطوائف هني هؤلاء الملوك اللي كانوا بالاندلس، من بعد ما تقسمت الاندلس كان وحدها عبد الرحمن الداخل الملقب بصقر قريش. نعم. من بعد ما انحلت هيك صارت تقشط ويروح فيها لوحدي، نشأ كل مدينة صارت دولة، مثلا دولة قرطبة، دولة إشبيلية، دولة غرناطة، كل مدينة دولة، مثل جل الديب وانطليوس يصير عليها ملك. افتلي كيف؟ فهو كانوا أشقاء في العلن ويخوزقوا بعضهم بالسر. نعم. وكل مستسلمين عند ألفونسو السادس ملك قشطالة كاسيليا الإسباني. يعني إذا فيك تلاقي أنه في وجه شبه ممكن، وكانوا يكتروا ويقولوا نحن على حظي أنا وقت اللي يعني زمان المسرحية، وقت المعتمد بن عباد وزوجته اعتماد الرميكية، كان صار عددهم 22، إذا بيشبه شيء اللي كشيها هون على 22 دولة. نعم. وممكن ينطبق، ممكن ينطبق كتير. ممكن. وين؟ بأي نواحي؟ وين؟ كيف فينا اليوم إنه أولاً عندي ملاحظة كمان على كلامك، إنه بالظاهر شيء وفي الخبايا أشياء أخرى. يعني هل أصول القيادة السياسية كانت أو الاجتماعية أو الحزبية إنه هالتمثيل هيك وقلة الحقيقة؟ قديش الحقيقة منلاقيها يعني بالقيادات السياسية؟ أنا عامل إهداء السنة، إهدي المسرحية، الإهداء هيك نمين مقطع من المسرحية، إذا راح الملك بيجي ملك غيره، إذا راح الوطن ما في وطن غيره. اسمعوا يا كل الملوك، إلى كل لبناني، إلى كل عربي، أقدم هذه المسرحية. خايف على الوطن يروح؟ إذا الشرطية، إذا الشرطية يعني إذا راح الوطن، في أوطان كتير راحت بالتاريخ. نعم. إذا راح الملك بيجي ملك غيره، بس إذا راح الوطن ما في وطن غيره. قديش لبنان اليوم بتحسه بخطر؟
بخطر ومش بخطر. لبنان دايما كانت تلفح ورياح، ولكن في النهاية بيلقي خلاص لبنان. لبنان هو هذه الأرض الموقوفة للحرية. بيجي كتير أمواج ضد الحرية للتطاول على الحياة الشخصية، على الحرية بس منزول فيما بعد. أصلا علة وجود لبنان هو سكنته هذه الأقوام اللي إجت وانتشرت فيه، وفي مثلا الطوائف، حتى الطوائف غير ملوك الطوائف، هالناس اللي من فئات مختلفة من طوائف مختلفة ليش سكنوا بلبنان؟ لأنه خايفين كانوا على حريته. يجوا هون كل إنسان يمارس حريته وستظل هيك، مش رح يتغير لبنان، بيتغير سنة سنتين لكن بيرجع يلقي خلاصه. نعم. وقديش الجو الطائفي اللي عايشينه اليوم رح يأثر على حرية لبنان وعلى الديمقراطية؟ في محزن، في ما في شك، في شحن طوائفي كتير بلبنان. شو الدواء؟ ما بعرف شو السر، لكن مؤسف كتير. في ناس مثلا بيشعروا انه مغبونين، وناس بيشعروا انه مظلومين. هذا الشعور غلط، هيدا شعور غلط. لازم كل لبناني يشعر انه سيد، كل لبناني يشعر انه هو باقي هون. مش حدا يقول انه هذه الارض ما عادت إلنا ويجهز حاله للرحيل. انا بدي اياهم الناس ملتزمين مزروعين بارضهم مثل السدياني، مثل الارزي، مثل ما بيتحركوا، ما بينقلوا مثل الصخره. شو المفقود؟ الانتماء للوطن مفقود حاليا؟ بدي لي شغلي، نحن لحد هلأ كل الدول المتعاقبة ما وحدت التربية، ما وحدت الكتاب المدرسي، ما عملت لنا انتماء خاص. كل طائفة عم تعمل انتماء خاص فيها، هيدا غلط كتير. لازم يكون في انتماء واحد بقطع النظر عن أي شيء آخر، انتماء للأرض وللوطن. شو أبشع الممارسات حاليا في لبنان؟ رح تتذلى بالمسرحية. رح يكون في ممارسات المسرحية. في مشاهد، في صور عن حياتنا الحالية في لبنان؟ أنا ما بعرف، أنا ما بقول هيك يا ست وردي، أنا ما بأول المسرح، أنا ما بعطي تفسير، لأنه أترك التفسير للمشاهد، لأنه المشاهد هو خلاق آخر يزامل في عملية الخلق. فإذا فسرت أنا وأوضحت له وجهة نظري، بحبسه بوجهة نظر معينة إنه هي وجهة نظر المؤلف، ما بدي هالشغلي. بس المسرح بيعكس واقع معظم الأحيان، هو بيلقي الواقع تبعه كل مشاهد وبيعمل تفسير خاص فيه. وبتصور هيك أجمل كتير، كل إنسان رح يلاقي تفسير ورح يزبط معه تفسيره. وهل ملوك الطوائف أين تنزلين على الساحة على المسرح؟ بأربع شباط رح نكون على المسرح، وبتصور من أضخم المسرحيات وأجملها موسيقى، وكتير مجددة، إن كان التقطيع المسرحي إن كان التقطيع الموسيقي، مشهدية فيها كتير عظيمة. ومين، شو جديدك هون بالشخصيات، بالممثلين؟ حسب حالك انت بهوليود بدك اليوم تجيبي واحد. غسان وكارول، عندي غسان وكارول وعندي كتير ممثلين. نعم. شفتي بكي ما بقدر، ما أنا بدي الشاطر بيكتب للموجودين معه. فبالزمان كان شكسبير استاذ المسرح، شكسبير كان يكتب، إذا خطر كتب فاصل جيتار لو جيتاريست صاحبه. نعم. يعني الملك بابا استاذ منصور وين؟ بالكازينو السنة؟ بالكازينو، بأربع شباط بالكازينو، بأربع شباط. نحن وملوك الطوائف، طوائف منصور الرحباني، على موعد بإذن الله. وأنا أدعو الناس يحضروا لأنه بده ينبسط. كيف بده ينبسط؟ كل واحد راح يغني على ليلاه يعني وعلى طائفته. ما في شك أنه سيكون كل ليلة إلى تفسير جديد، كل إنسان سيفسر عزوه وكله معنا حق. طيب عملت عليا هيك رقابة أخيرة؟ إيه الرقابة. اضطريت تشيل شيء منها مثلا؟ أبداً، أنا أشكر الرقابة وأشكر مدير الأمن العام الجريء بشرفي اللي ما حذف منها كلمة. ما انحذف شيء منها؟ أبداً أبداً، مع أنه كنت شاعر أنه ممكن ينحذف شيء. كنت خائف كتير، بس أنا بتصور رقابتنا حضارية وبتفهم. نعم. شو اللي كنت خايف يحذفوه ما انحذف؟ ما بعرف. بلا قلنا إيه، هيدا سر. لا 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 ابدا، اللي بده يحذف بيحذف، بس ما انحذف شيء ابدا.
من دفاترهم صفحات تحاكي ذاكرة الأيام، من دفاترهم سباعية من إذاعة صوت لبنان.